السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية تربوية للجميع. إذن مع فيديو جديد وحلقة جديدة تحت عنوان الحساب الذهني السريع، إذن الذي هو من المبادئ الديداكتيكية في مادة الرياضيات وفق ما جاء به المنهاج المنقح. إذن تخصص مدة 5 دقائق بداية كل حصة لأنشطة الحساب الذهني، إذن باستثناء الحصة الأخيرة والحصة الخامسة التي تخصص لأوراق الحساب الذهني. إذن والهدف من هذا النشاط هو تمكين المتعلم من الطلاقة الحسابية أو الحساب بشكل سريع، إذن وذلك باستعمال هذه البطاقات، بطاقة الأعداد من 0 إلى 10، أي 11 بطاقة. إذن هذه البطاقات يقوم المتعلم بتقطيعها من الصفحة الأخيرة من كراسته بالنسبة للمستوى الأول والثاني والثالث والرابع. إذن أنشطة الحساب الذهني إذن تنجز بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي داخل القسم أو خارجه مع الأقران أو مع أفراد الأسرة. إذن هذه البطاقات تسهم بشكل كبير في أو تسهم في إنجاز مجموعة متنوعة من العمليات، كالتعرف، الترتيب بشكل تزايدي وتناقصي، المقارنة، الجمع، الضرب والطرح. إذا بداية سأبدأ بالجمع. إذا حيث يقوم الأستاذ بعرض بطاقة من البطاقات على هذا الشكل، يقوم بعرضها على التلاميذ مثلا العدد 4، ويقوم كل متعلم بإضافة هذا العدد 4 لأول بطاقة من البطاقات من بطاقته. إذا مثلا العدد 4 زائد 5 9، إذا المتعلم مطالب بتحديد الناتج فقط، 4 زائد 6 10، 11 12، 13 14 4 5 6 7 8. إذا هدف، إذا كان الترتيب بشكل تزايدي. في بعد ذلك يطالب الأستاذ من المتعلم أو يطلب منهم أن يقوم بترتيب هذه البطاقات بشكل عشوائي ويقومون بالعملية نفسها. إذا أما فيما يخص الطرح، يقوم الأستاذ بعرض إحدى البطاقات مثلا البطاقة 7، يعرضها على المتعلمين ويقوم كل متعلم بطرح مثلا كل الأعداد الأصغر من 7. إذا مثلا يطرحون 4 من 7 3 2 1 0. أما بالنسبة للضرب فيقوم الأستاذ بعرض عدد من الأعداد على المتعلمين باستعمال بطاقاته الخاصة أو بطاقة الأعداد الخاصة بالأستاذ، ويطلب منهم ضرب أو إنجاز جداء العدد 2 على أول بطاقة من البطاقات من بطاقتهم، مثلا 2 في 3 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2. إذا هذا فيما يخص الجمع والضرب والطرح. أما بالنسبة لأوراق الحساب الذهني، إذا هذه عبارة عن بطاقات الحساب الذهني. فيما يخص أوراق الحساب الذهني فهي عبارة عن أداة للتأكد من مدى تحسن قدرات الحساب الذهني لدى المتعلمين والمتعلمات، أو هي عبارة عن أداة لتقويم بطاقات هذه البطاقات بطاقات الحساب الذهني عند المتعلمين. إذا عددها 16 في ورقة في الأسدس الأول و16 ورقة في الأسدس الثاني. إذا كما قلت سابقا تنجز في آخر حصة في الأسبوع. إذا كل ورقة تضم 30 سؤالا يجيب عنها المتعلم خلال 5 دقائق، ويقوم الأستاذ بإلقاء نظرة عامة على الأوراق لرصد الأخطاء. نعم، إذا لرصد الأخطاء. إذا هذه البطاقات أو أوراق الحساب الذهني توجد في على أو في دلائل أو في دليل الأستاذ الخاص بمادة الرياضيات. وإلى لقاء أو وإلى فيديو آخر إن شاء الله يوضح كيفية استعمال هذا المعداد الياباني أو ما يسمى بالسوربان إن شاء الله.